للاحاديث الاعلاميه التي يقدمها. عندنا اسماعيل الحمادي نجم صوت المباراه. اللقطه الماضيه تشير الى خطوره اهلاويه قادمه، ولدينا ثلاث ضربات جزاء للاهلي. جرافيتي يتقدم، جول الاهلاوي اربعه، وهذه رابع ضربه جزاء ينجح من خلالها جرافيتي هذا الموسم في ايداعها في الشباك. هو جرافيتي وهي امكانياته في تنفيذ ضربات الجزاء. شوف اللقطه الماضيه وشاهد الكره الماضيه، اعتقدنا بانها خطا لكنها ضربه جزاء اودعت في الشباك، وسجل الاهلاوي هدفا رابعا من خلاله، صعب المهمه على الامبراطور الوصلاوي.